مرحبا بكم. تطل محافظة المهرة على ساحل طويل مثل منذ القدم مصدر رزق لغالبية السكان، فمهنة صيد الأسماك هي المهنة الأولى في المحافظة، وللإنسان المهري خبرة قل نظيرها في ركوب البحار واستخراج ثرواته النفيسة. تعتبر المهرة المحافظة الأغنى من حيث الإنتاج السمكي على مستوى محافظات الجمهورية اليمنية، ويعد السمك مصدرا أساسيا لغذاء السكان فيها. في هذه الحلقة نستعرض واقع مهنة صيد الأسماك والثروة السمكية في ظل التحديات التي تواجهها. سنناقش مع ضيوفنا سبل الحفاظ على هذه الثروة ودعم الصيادين والحد من الصيد العشوائي. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي سنناقش فيها واقع الثروة السمكية في محافظة المهرة وأهمية الحفاظ عليها. سيكون ضيوفي هنا في الاستديو والأستاذ ثابت، وأيضا سيكون معي الأستاذ سعيد. سعيد، مهنة الصيد، ما الذي تمثله هذه المهنة للإنسان المهري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مهنة الصيد تعتبر من المصادر الرئيسية، الدخل الرئيسي للإنسان المهري، حيث تعتبر من أهم المصادر والموارد في اليمن بشكل عام وفي محافظة المهرة بشكل خاص. وايضا الثروه السمكيه الموجوده في محافظه المهرة غنيه بتنوع الاسماك ووفرتها في متعدد المواسم، وايضا سهوله الصيادين في استخدام وتاجر الاسماك. محافظه المهرة غنيه يعني الثروه السمكيه. انا اريد اسال الاستاذ ثابت، كيف هو واقع هذه الثروه في محافظه المهرة اليوم؟ لا شك ان محافظه المهرة تتميز بالثروه السمكيه بشكل كبير، وذلك نتيجة طول شريطها الساحلي الذي يمتد من منطقة دمخ مديرية المسيلة غربا إلى منطقة حوف مديرية حوف شرقا، ويبلغ طول الشريط الساحلي 550 كيلو متر مربع تقريبا، ويتنوع الأسماك فيها بتنوع المواسم على مدار السنة، إنتاج موجود وأسماك متنوعة وجودة طبعا. جميل جميل. نخرج الآن إلى تقرير، نتابع التقرير من بعده نعود للنقاش. مشاهدينا الكرام نتابع هذا التقرير ومن بعده نعود. للبحارة المهريين تاريخ طويل في هذه السواحل الغنية بالثروة السمكية، فقد اعتادوا الإبحار دون قيود، يمخرون عباب البحر بحثا عن رزقهم اليومي. كل صياد بشبكته وقاربه يتجه للاصطياد خارج مواسم الصيد في ظل لوائح وقوانين قائبة، لكن يرى مختصون أن الأمر بحاجة إلى تعاون المجتمع مع الجهات المعنية باعتبار المسؤولية حكومية ومجتمعية في آن واحد. عشوائية الصيد مشكلة باتت تهدد البيئة البحرية في سواحل المهرة، فالصيد غير القانوني يتم عادة بطرق وأساليب لا تراعي الأحياء المائية وصغار الأسماك المستهدفة تجاريا. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. بعد أن تابعنا هذا التقرير نعود للنقاش برفقة الأستاذ ثابت والأخ والأستاذ سعيد. سعيد، لو تحدثنا عن تاريخ هذه المهنة وارتباط الإنسان المهري بها. بالنسبة لمهنة الصيد وصياد أنواع الأسماك، كان قديما قلة الإمكانيات الإنسان المهري، بحيث كانوا يستخدموا الشراع وأيضا يستخدموا بما يسمى المقاديف. وهذه الأشياء كانت تنتج أو الاصطياد كان بشكل قليل بحكم أن صعوبة في الحصول على الأسماك وهكذا، وأيضا كانوا يستخدموا الشباك حق الاصطياد، كانوا يجيبوا الغزل من الهند يجيبوها إلى محافظة المهرة بحظ أي واحد كان مثلا يسافر أو شيء، كان على شكل كرة كخيوط مع بعض يتم فركها ويتم الصناعة محلية من قبل الصيادين. هذا قديما هذا، ويصمون الاشباك وكل شيء ثم يصطادوا فيها. بس الاشباك نفسها في بعض منهم يروحوا للبادية لمده 3 أشهر ينتظرون موسم النخيل، وايضا الكربه طرف الكربه حق النخيل اخر شيء.
يتم استخدامه كال عشان الشباك يصعد لفوق يعني ما يعني يستخدموها من أج... عشان زي العوام زي العوامات يعني لفوق يمسك الشباك. نعم نعم. وايضا من تحت يسمى هذا قبل يعني ما صناعة قبل هذه الادوات الحديثه ولا هذه. نعم. وكان يروحوا للبادي عشان يستخدموا هذه الاشياء ويجلبوها ويتم صناعتها محليا. يعني كل شيء صنع محلي. نعم. عمل بسيط جدا حياه بسيطه جدا. ايوه الان اختلف اعتقد الحين خلاص الحين صارت في مكاين في وجود البترول والسيارات بحيث اصبح الانتاج بكثره وسهوله الاصطياد الانسان المهري حاليا. نعم جميل. طيب بما انه ارتباط الانسان المهري بهذه المهنه قديما وحتى يعني وقتنا الحاضر، استاذ ثابت هل هنالك بحاره ومهره يعني لهم وكتب لهم في التاريخ العربي والاسلامي؟ طبعا بالنسبه للصيد في محافظه المهره وابن المهره كانوا مشهورين بالصيد منهم سلمان المهري. نعم سلمان المهري هذا احد البحاره المشهورين. المشهورين وايضا كان زمان قديم كانت وسائل بسيطه جدا اللي هي المقاذيف والقوارب الخشبيه وكانت نعم كان المهنه متعبه جدا ولكن بحكم ارتباطهم بالبحر ومصدرهم الرئيسي حاولوا أن يتغلبوا على هذه المصاعب ولله الحمد الآن تطور العمل وأفضل. وأيضا إضافة كان الأسماك لما تنتج من البحر. نعم. كان صعب الحفاظ عليها لا كان لا يوجد فيه مصانع الثلج بالتالي الآن أصبح في تطور وفي في تطور في مصانع أصبح بس زمان كيف يصلحوا يعني تقصد كان الأصياء مثل الثمد سمك الثمد يتم تجفيفه والخم حتى يكون ايش استخدام اطول في الفتره الزمنيه. ها. اما الاصطياد الثانيه مثل السردين برضه يتم تجفيفه اما الاسماك الثانيه صعب لما لازم يستخدموه في نفس ذاك اليوم ولا كان بيروح. استاذ ثابت ما هي مواسم الصيد في المحافظه؟ مواسم الصيد متعدده جدا منها موسم السردين له العيد يبدا بشهر 10 الى الخريف وموسم الحبار من شهر 7 وايضا موسم الثمد يبدا من شهر 3 واضافه للاسماك الاخرى كل هذه المواسم فعندما نتكلم عن موسم ليس مش المقصود انه يصطاد فقط هذا السمك بينما يصطاد جنبه اسماك اخرى لكن الكثره والموسم ممتاز زي الان مثلا موسم الثمد الان موسم الثمد الان يصطاد ثمد اغلبه لكن في صيد قشريات اخرى نعم. في اسماك سطحيه في نعم. اللي تغذي السوق المحلي نعم. وايضا ثمد للداخل والصادر برضه. سعيد محافظه المهره غنيه يعني هذه الثروه ربما تكون المحافظه رقم واحد فيها ما الذي يميز محافظه المهره؟ اللي يميز محافظه المهره خصوصا بتواجد الاسماك في نفس الموسم احيانا توجد في كما قال الاستاذ نعم. ثابت مثلا الثمد وفي اماكن اصطياد ثانيه مثلا السيوف العيد في جانبه برضه الشروخ في عده اسماك في نفس الموسم بالتالي وثاني شيء اللي يميز محافظه المهره السوق. نعم السوق موجود بكثره وطلبيه بكثره بوجود محافظه المهره وايضا السواق الخارجيه مثلا عمان انها قريبه من محافظه المهره بالتالي هي يعني السوق الرئيسي للغيضه وثاني شيء السلك الخارجي وفي سلطة عمان. طيب تمام جميل. اشتي اضيف بس نقطة على نعم. بالنسبة للاسواق. الاسواق الموجودة الان في محافظة المهرة هي في اسواق داخلية وفي اسواق خارجية. الاسواق الخارجية المملكة العربية السعودية اللي تستورد مثلا السردين له العيد وايضا الهامور والدرة هذا والقشرية والجحش. نعم. المملكة العربية السعودية. ايضا سلطنة عمان يستورد مثلا الشروخ والثمد. ايضا في اسواق شرق اسيا. دول شرق اسيا منها مثلا اندونيسيا وماليزيا هذه تاخذ الاسماك تاخذ السيوف اللي هو يسمونه النسيعه او الهملة هذا اسواق اضافه للاسواق الداخليه. طيب الاسواق الداخليه محافظه المهره فقط ام انها محافظه المهره موجود في اسواق برضه في حضرموت الداخل اللي هي سيون ياخذوا الثمد واللخم. يعني محافظه المهره الان تغذي تقصد محافظه المهره نفسها حضرموت الداخل وحضرموت الداخل. طيب سعيد هل تعتقد ان يعني ابناء المحافظه نفسهم مستكفين؟ يعني انا برايي اشوف انه ناس بعض يشتكوا يا اخي ما عندنا صيد يعني. فالاستاذ ثابت تفضل وقال انه محافظه المهره تغذي نفسها وتغذي يعني حضرموت الداخل وايضا تصل الى اسواق خارجيه وشرق اسيا كاندونيسيا وغيرها.
بالنسبة للأسماك اللي تغذي الأسواق، في بعض المواسم تغذي بكثرة، بس في بعض المواسم يتم شحن الصيد بإنتاجية، مثل في موسم الخريف بسبب الأمواج البحرية العاتية، بالتالي صعب الصياد أن يتم الطلوع إلى البحر. نعم. بالتالي هنا يتم الشح في الاصطياد وعدم وجود الأسماك في السوق الداخلي في محافظة المهرة، بالتالي يستوردوها من محافظة حضرموت وأماكن ثانية. وصلت المعلومة. طيب في بس نقطة بسيطة بالنسبة للصيد الآن، مثلا الآن موسم السمد، موسم السمد الآن يصطاد الآن موسم السمد ويخزن في الثلاجات، الزايد من التصدير يخزن في الثلاجات، الآن يأتي الخريف يمكن يباع في الثلاجة. بس نقطة واحدة، أطلب الأخ الوزير في هذا اللقاء، وزير الثروة السمكية اللي هو اللواء سالم عبد الله السقطري، أن يعيد النظر في القرار الأخير للصياد الثمد، لأنه أصدر قرار أخيرا على أنه يسمح للثمد بعدم التصدير، أسماك الطازجة، قرار بمنع الأسماك الطازجة من التصدير. نعم. مشان تغطي إيش؟ السوق المحلية. لكن اللي حدث أنه التجار استغلوا هذا القرار. نعم. وأخذوا الصيد هذا مثلا وخزنوه عندهم وما يصدر، صح، لكن الصياد يعني دق في السعر. هذا أثر سلباً على الصياد نفسه. أيوة. وفي نفس الوقت بس هل أعطى نتيجة؟ هو يعني تقول أنه القرار يعني جاب هذا القرار من أجل يغطي السوق المحلي، من أجل يغطي السوق، لكن السوق ما بيستوعب هذه الكميات. أنا معك القرار. نعم. صايب، لكن لو يعيد النظر في القرار شوية مثلا أن الأسواق ما تستغل الكميات، وأثرت على الصياد نفسه، بس سهل أنه ما بيستهلك الكميات في هذه الأسواق. كانت أول جزء يروح للسوق وجزء يروح التصدير، الآن منع التصدير. تملك. وضحت لكن ما بيستوعب الأسواق هذه كلها. إذا الصياد اندق في هذا السعر لأنه جيت تاجر يقول لك أنا ما في تصدير، كم بقى؟ نعم. فلو عيد النظر معالي الوزير، وأيضا الأخ المهندس عبد الناصر كليشيات رئيس الهيئة العامة، والأخ نايب نعم هم الآن يسعوا في هذا الجانب. ولتكن رسالتنا من هنا للجهات المعنية بإعادة النظر بالذات في هذا الأمر، يعني لأن الصياد هو من تضرر أكثر على حد قول الأستاذ ثابت. طيب أنا أريد أسأل سعيد، ما هي الأحياء البحرية في محافظة المهرة التي مهددة الآن يعني بالإنقراض؟ بالنسبة للأحياء الموجودة في منطقة محيفيف، كل الأحياء متواجد فيها الأسماك، لكن حاليا قل إنتاجها بسبب الأعصار البان الذي يؤثر على الأحياء البحرية بشكل غطاها بسبب السيول الجارفة. نعم. والطين الزايد غطى هذه الأحياء البحرية. والثاني شيء، السبب الثاني الاستهلاك الكثير وعدد الصيادين كثروا، بالتالي أصبح الأحياء البحرية لم تنتج بكثرة، حتى الصيد ما استمر في النمو بكثرة بسبب الاستهلاك الزائد، وثاني شيء سبب الاعصار. نعم. وايضا الاعاصير لها دور كبير ربما. وانت تحدثت يعني اعطيتنا نموذج عن منطقه محيفيف، ولكن اعتقد ان الموضوع يشمل عموم المحافظه. سنذهب الان الى فاصل قصير ومن بعده نعود للنقاش. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن بعده نعود. مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير، سعيد انت ذكرت انه الاحياء البحريه وانقراض بعض الاحياء منها والاسماك ايضا بسبب العصير كان لها دور كبير. انا اريد اسال الاستاذ ثابت، ما هي الاضرار التي لحقت بمهنه الصيد بشكل عام؟ وعقب الاخ سعيد جزاه الله خير، ان اسباب انقراض الاسماك هو عدم وعي الصيادين، وذلك اصطياد الاناث. نعم. وهذا في قانون الصيد ممنوع ومحرم، لأن هي الأنثى هي التي تجيب البيض وتكاثر الصيد عبر الإناث. ما هي المشاكل التي تواجه مهنة الصيد اليوم؟ اللي تواجه مهنة الصيد زي ما ذكرنا في السابق، إنه مثلا قلة الوسائل، مثلا الجهد، يعني عدم توزيع الجهد للاصطياد. وإذن جهد الاصطياد هو يقصد إيش؟ مثلا الآن مثلا تحصل 200 صياد 300 صياد في موقع واحد يصطادوا نوع واحد، فإذا كان في توزيع للجهد على عدد المراكز الإنزال ومناطق الاصطياد، طبعا يخف يعني المخزون، هنا المخزون ما يقل، يكون هذا لأنه كان في مكان واحد أو نوع واحد يكون استنزاف المخزون.
وهذا السبب من الأسباب أيضاً الآن مع الحرب النازحين الذي أتوا من المحافظات الشمال بالذات الحديدة وتعز هم بكثرة أكثر من الصيادين الموجودين حالياً، فهذا سبب إيش؟ نوع من زي ما تقول ذكرته أنت اسمه الحفاظ على الثروة وترتيب. لكن الآن لأن الأخ المهندس عبد الناصر جزاه الله خير مشهوراً، الآن بدأنا بتصور إلى الأخ المحافظ من شان بدأ عملية ترقيم القوارب. وهذا لا شك سيحد من الفوضى وسيحد من الزحام في أماكن وسيرتب العملية بشكل صحيح. أنا أريد أسألك عن كيف ممكن الاستفادة من الثروة السمكية بشكل مستدام، مثل ما ذكرنا سابقاً وذكر الأخ سعيد أنه أغلب المواطنين في محافظة المهرة يعني يعتمد إذا يريد يعني سمك أو يريد يأكل سمك أو يريد يعني لازم ينتظر للصياد لين يطلع الصياد، إذا ما جاب شيء فهو يعني ما يحصل على شيء. كيف ممكن أن يستفيد المواطن من هذه الثروة بشكل مستدام؟ طيب بالنسبة للسؤال وجيه صراحة أشكرك على السؤال. بالنسبة للاستفادة من الأسماك أو الصيد بشكل مستدام وأيضا المستدام أيضا الحفاظ، أولا الحفاظ على المخزون، إذا تم الحفاظ على المخزون داخل البحر تحديد المواسم والالتزام بالمواسم من قبل الصياد نفسه، وكان احنا هيئة المصيد تلقى إشرافية وتوعوية، هذا جانب. الجانب الثاني يتم بناء ثلاجات حفظ الأسماك لحفظ الأسماك هذه حتى يأتي مثلا موسم الخريف تقل الاصطياد يكون. فسابقا كان معنا ثلاجة مينا نشطون سعتها 800 طن بنوها الدنمارك مشكورين. الآن ما فيش قطع، كان قطع عام، الآن قطع عام ما في، الآن كله تبع التجار معهم ثلاجات ويحفظوا حتى يتم التصدير والبعض يستهلك محليا. فنطلب من الدولة أن توفر ثلاجات للقطاع العام لحفظ الإنتاج اليومي للصياد، وكيما يعني زي ما تقول يعني ممكن يتوفر بشكل أسهل للمواطن بشكل مستدام إذا في ثلاجة حفظ. نعم يعني هذا قد يلعب دور كبير إن شاء الله، ومن هنا تكون رسالتنا للجهات المعنية. سعيد، من المسؤول عن عدم نظافة الشواطئ محافظة المهرة؟ على هذه النقطة بالنسبة في مراعاة لازم. نعم أنا سألتك هذا السؤال بحكم إني زرت بعض الشواطئ، ويعني في أشياء يعني من المسؤول عن هذا الأمر؟ ليش ما يتم تحسين هذا الأمر على سبيل المثال؟ كل الناس المسؤولين سواء كان من جانب الصيادين ومن جانب المراقبة، لازم يكون في مراقبة ولازم أصحاب الصيادين يكون في وعي، وايضا اصحاب الثروه السمكيه يكون في دورات تدريبيه من جانب النظافه. تقدر ان يكون في دورات تدريبيه بالذات عن توعيه من اجل توعيه الصياد بسبب هذه المخلفات تؤدي الى نعم موت الاسماك. هذا موت الاسماك ومنظر غير لائق. يعني طبعا بما اننا ذكرنا الثروه السمكيه، الاستاذ ثابت ما هي جهود الثروه السمكيه بالذات في هذا الموضوع وهذا الخصوص؟ جهود الثروه السمكيه صراحه لا تحصى ولا تعد، مش يعني اننا نعم في الثروه السمكيه، لكن انا ملامس. على سبيل المثال مثلا جائحه لبان، عندما حدثت جائحه لبان طبعا الشواطئ كلها نعم مليانه بالاسماك بالحيوانات بالحطب فقامت الثروه السمكيه بالتعاون مع السلطه المحليه ومع صندوق النظافه مع البيئه كحمله تصفيه هذه كل المخلفات حق لبان. نعم. الجانب الثاني برضو اصحاب الشرطوانات عندما يصطادوا يرموا مخلفات الصيد اللي ما يشتوه، هم في الجرف هذا والحوي يشتي نوع واحد، بينما هذا الحوي والجرف يطلع لك انواع عديده، هو يبغى نوع واحد يروح يرمي هذه الانواع البحر، وهذه اثر على البيئه لا شك. هذا من نوع من عدم الوعي، هذا عدم اللامبالاه. نعم اذا كان الصياد نفسه او مثلا التاجر نفسه او مثلا صاحب القارب نفسه داخل البحر في عرض البحر يرمي هذه المخلفات، الثروه السمكيه ما لها علم الله حتى يطلع. نعم. لكن تصلنا بلاغات وتقوم حملات مع خفر السواحل يعني هنالك في حملات وهنالك عمل تقدمها الثروه. أيوة. السمكيه. طيب جميل. مشاهدينا الكرام، الثروه السمكيه قد تكون عمود محافظه المهره، فهي المهنه يعني منذ الازل وهي مهنه ابناء المحافظه وبالذات ابناء المناطق الساحليه. الجريف واصحاب الجريف، يعني الجريف اثر بشكل يعني سلبي يعني جدا، اثر على الثروه نفسها وايضا اعطى صوره غير لائقه وصاحت الشواطئ. على سبيل المثال الشواطئ محافظه المهره من اجمل الشواطئ، ولكن هذه يعني العمل الغير مسؤول ومن اشخاص غير مسؤولين. فنتمنى من الجميع المحافظه على ثروتهم الثروه السمكيه
والكثير من أبناء محافظة المهرة يعملون بهذه الثروة ومصدر رزق للكثير من الأسر والأهالي. أنا أشكر ضيوفي هنا الأستاذ ثابت، شكرا على تلبية هذه الدعوة ومشاركتك معنا في هذه الحلقة، وأيضا الأستاذ سعيد شكرا لكم جزيلا. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، نستودعكم الله.